يعني مؤتمر لمكافحه التطرف، شفنا نسخ كتير جدا من المؤتمرات الخاصه بمكافحه التطرف والتشدد، ولكن الجمع الدولي ده هل ليه دلاله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صحيح هناك جهود متتالية ومتوالية بذلها أطراف كثيرة لمكافحة ومواجهة التطرف، ومن هذه الجهود الجهد الذي بذلته دار الإفتاء المصرية عبر سنوات من 2015، وقد أنشأت المركز مرصد لمكافحة التطرف، ثم مرصد للإسلاموفوبيا وهو لون من ألوان التطرف، مكافحة الإسلاموفوبيا وهو الكراهية المرضية من الإسلام والمنتشرة في بعض الأماكن في العالم، وتخرجت التقارير وكذا، ثم توج هذا بإنشاء هذا المركز، مركز سلام لمكافحة التطرف والتشدد، وبذلت وبذل جهود، والمركز عمل إصدارات، والإصدارات دي وزعت في المؤتمر، والمركز كمان عمل دورات تدريبية وعمل جهود. جاء وقت أن يتم هناك التنسيق والتوأمة بين المراكز التي تبذل هذا الجهد في العالم. امبارح كان فضيلة مفتي الجمهورية حفظه الله يترأس ورشة عمل، أحد الورشات الرئيسية في المؤتمر، تحت عنوان أو بهدف تنسيق الجهود التي تبذل في المراكز البحثية في العالم لتقوية ومواجهة التطرف في العالم، ولأن التطرف ظاهرة بتضر كل الأمن العالمي كما تضر الأمن الوطني والقومي والإقليمي، بتضر الأمن العالمي. فالمؤتمر الفكرة الأساسية فيه هي تشبيك هذه الجهود، والتميز الأكبر فيه هو أن المؤسسة التي ترعاه وهي الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم ومركزها سلام، واللي هي أحد مؤسسات دار الإفتاء المصرية ويرأسها فضيلة مفتي الجمهورية حفظه الله تعالى، هذه المؤسسة الدينية التي تطفر ويعني تمازج بين الدراسة الدينية الشرعية، واللي هي طبعا جزء مهم جدا في قضية مناقشة المطرفين وكذلك الدراسات الحجة يعني والكثير من العلم، العلماء الدراسات الاجتماعية والإنسانية المعنيين برضو، لأن دي ظاهرة إنسانية واجتماعية سيئة وشريرة وكذا، لكن هي في النهاية الإنسان عنصر فيها، فتأتي الضفر والتنسيق لأن ده مهم قوي